المقابله غدوز في جو زوين وان شاء الله رابحين 3-0. المقابله غتكون سهله، دابا غيلعبوا في الليل 3-0 ان شاء الله. التوقع ديالنا اخويا ان شاء الله 3-0. حتى واحد ما تعرف التوقع بنا، حنا نربحوا الله يسخر الامور، هذه الاوقات هي كلشي ان شاء الله. اليوم المقابله غادي يربحها المنتخب الوطني ب 3-0 ان شاء الله. كنتوقعوا 2-0 نسيري وزياش ان شاء الله ومربوحه ان شاء الله. 2-0 غادي ماركي زياش وغادي ماركي نسيري ان شاء الله. 2-0 بالمغرب. عملوا الجهد ديالهم وهذا الماتش هذا لعبناه اختار الكوت ديفوار، لان حنا الحمد لله كنا مأهلين وبغينا الكوت ديفوار تبقى معنا باش تحلى البطوله. الماتش ما كان سهل، كان صعيب، المهم هو اننا ربحنا، ولكن الفرحه راه فرحتين حيت فرحنا معنا حتى الشعب الكوت ديفواري. حنا فرحانين بزاف بالفوز ديالنا وفرحان حتى الكوت ديفوار حتى البلد المنظم لكاس افريقيا حتى هو فرحان، وهذا الشيء غيزيد يحمسهم باش يفرحوا بينا اكثر واكثر في بلادهم اكثر ما هما فرحانين بينا. النتيجه اللي كنا كنتسناو جبناها، فزنا بروميير كلاسمون سود افريك ان شاء الله مربوحه وان شاء الله الكاس ديالنا مغربيه. شكرا.